السلام عليكم. لو احنا عايزين نصدر الشغل للنفس وركس هقول له ان دبليو سي اوت، تمام، واروح مسيف الملف دوت وليكن عندي على الديسكتوب، عمال اسيف الديسكتوب ده واقول له سيف، هيسيبه كان دبليو سي يقدر الريفت يشتغل عليه النفس وركس. تمام، اقدر افتح النفس وركس دلوقتي واقول له انا عايز افتح اوبن، هنختار من الديسكتوب، اقول له انا عايز ان دبليو سي اهو ظهر لي، ابدا اعمل له اوبن يظهر معايا بالشكل دوت اهو. تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر وتقول له سويتش باك، تمام. سويتش باك ده يعني عايز اشوفه في البرنامج هنا، تمام.